تبدو الأوضاع في الأراضي الفلسطينية مرشحة للمزيد من التوتر في ظل استمرار حملات القمع الإسرائيلية وإصرار حكومة بنيامين نتنياهو على تجاهل المطالب الفلسطينية المشروعة وفي مقدمتها وقف الاستيطان والاعتداءات المتكررة على الأقصى. وفي تصعيد ملحوظ شن الطيران الإسرائيلي غارة صباح اليوم على قطاع غزة أودت بحياة امرأة فلسطينية وابنتها. المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال باتت تتسع جغرافيا لتشمل معظم أنحاء الضفة الغربية ناهيك عن قطاع غزة، إذ قتل 4 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، 2 منهم في مدينة خان يونس جنوب القطاع وآخران في القدس الشرقية. نفذ عمليات طعن أدت إلى جرح إسرائيليين بينهم 3 شرطيين. تصاعد في التوتر رافقه حالة استنفار إسرائيلية في أعقاب إعلان إسرائيل اعتراض صاروخ فوق عسقلان أطلق من قطاع غزة، وذلك حسب الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي. تطورات دفعت بتحركات سياسية لاحتواء الموقف، إذ أعرب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قلقه الشديد إزاء تصاعد موجة العنف في القدس والضفة الغربية. وأكد كيري في اتصال هاتفي مع كل من عباس ونتنياهو على أهمية إدانة العنف بحزم والتصدي للاستفزازات واتخاذ إجراءات إيجابية لخفض التوتر. إلى ذلك تظاهر الآلاف من الإسرائيليين في مدينة تل أبيب ضد الحرب والهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة. نبيل سالم، العربية. الله يرحمه.